طرح القضايا بكل موضوعية. الرئيس الجزائري الأسبق الشاذلي بن جديد في ذمة الله بعد صراع طويل مع المرض، تشاء الأقدار أن يتقاطع رحيله مع الذكرى 24 لأحداث 5 أكتوبر عام 88-900 التي شكلت منعطفا تاريخيا هاما في المسار السياسي الجزائري، والذي قاده الرجل من الأحادية إلى التعددية السياسية، فبات الرجل الديمقراطي الأول في الجزائر. الشاذلي بن جديد أبو الديمقراطية كما يصفه الجزائريون، فهو أول رئيس فتح الديمقراطية على الجزائريين بعدما أقر تعديل دستور البلاد وحل البرلمان، مما خلق مرحلة فراغ سياسي وقانوني في الحكومة. بعدها أعلن استقالته عن السلطة تاركا المسيرة السياسية كلها. تميزت فترة حكمه بانفتاح اقتصادي كبير لم تعهده البلاد، كما عرفت انفجارا اجتماعيا وقع في شهر أكتوبر من عام 1988 عقبها انفجار سياسي أدخل الجزائر في حرب أهلية ووصفت بالعشرية السوداء امتزجت بالفوضى والانفلات الأمني. 60 حزبا سياسيا من مختلف المشارب والتوجهات، أبرزها حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ الذي أعطى له بن جديد حق الشرعية إثر فوزه بالانتخابات التشريعية الأولى، كانت سببا في إبعاده عن الحكم نهائيا وتولي العسكر زمام الأمور من بعده. ومنذ تنحيه التزم الشاذلي بن جديد الحياد معتزلا السياسة حتى عام 2008، حينها عاد الشاذلي بأول موقف سياسي غير متوقع في تصريح صحفي له قائلا أنه عندما كان رئيسا للجمهورية اقتنع أن النظام الذي كان يسيره لأكثر من 12 سنة وصل إلى نهايته ولا يمكن أن يضيف شيئا للأجيال القادمة، مقتنعا بحتمية رحيله لصالح نظام برلماني مستقل يقوده الشباب ولا يقوم على مبدأ الشرعية الثورية.